إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه النشرة الخاصة بحالة الطقس بالمغرب. سوف نقدم لكم آخر تحديثات نماذج الطقس العالمية والمناطق المعنية بالاضطرابات الجوية المتتالية القادمة إلى المملكة وتوقيت دخول هذه الأمطار إن شاء الله بالتفصيل إخواني الكرام. فقبل البدء إخواني الكرام، لا تنسوا دعمنا بارك الله فيكم بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل لكي تتوصلوا بجديد فيديوهاتنا ونشراتنا المقبلة أولا بأول. إخوة الأعزاء، أكثر من 80% يشاهدون القناة ولا يدعمون حتى بلايك والاشتراكات، فالمر دعمنا ودعم هذا المحتوى الهادف، وشكرا لكم جزيل الشكر إخواني الكرام. فتنويه هام إخوة الأعزاء، ضروري جدا مشاهدة هذا الفيديو للأخير لأنه فيديو مهم لجميع المغاربة إن شاء الله بقدوم أمطار خير وبركة خلال الأيام القادمة. سنعطيكم تفاصيل المناطق المعنية بالأمطار والعواصف الرعدية وكذلك الاضطرابات الجوية والضغط الجوي المرتقب وكذلك النموذج الأوروبي والأمريكي، سوف نقدم لكم بالتفصيل في هذه النشرة الخاصة بحالة الطقس بالمغرب. والآن سننتقل مباشرة إلى التفاصيل والتوقعات الأيام القادمة لعشر أيام. بالنسبة لتوقعات يوم غد الأحد 29 أكتوبر 2023، من المتوقع إن شاء الله أن تكون الأجواء نسبيا غائمة مع احتمالية كذلك قدوم منخفض جوي سيؤدي إلى اضطرابات جوية في الفترة الليلية على عدة مناطق من المملكة يوم الأحد على الساعة 11 ليلا. والمناطق المعنية بهذه التساقطات المطرية فهي طنجة، تطوان، أصيلة، العرائش، فشاول، لاله ميمونة، وزال، سدي على التازي، إيساقنا القنيطرة، وتاونات، قرية بو محمد، سيد سليمان، مكناس، فاس والرباط، الخميسات، الرباط، بن سليمان، القارب، رشيد، سطات، المحمدية، وسلا، وتساقطات حاضرة على برشيد والقارة وكذلك ولد فرج واليوسفية وكذلك الوالدية. تساقطات معتبرة قد تصل خصوصا على الوالدية إلى 9 ملمترات، والجديدة 3 ملمترات، الدار البيضاء 3 ملمترات، الرباط 3 ملمترات، سيدي علا التازي 3 ملمترات، لاله ميمونة 2.5 ملمتر، والعرائش 2 ملمترين، وكذلك أصيلة 3 ملمترات، وطنجة 3 ملمترات إلى 4 ملمترات، سبتة 1.5 ملمتر، تطوان 0.7 ملمتر، كذلك شيشاو 1.6 ملمتر، وزان 2.2 ملمتر، قرية بو محمد 1 ملمتر، سيدي سليمان 2 ملمتر، مكناس 1 ملمتر، والخميسات 1.1 ملمتر، الروماني 1.2 ملمتر، والقارة تقريبا 0.8 ملمتر، وبرشيد. مع مرور الساعات سوف تستمر هذه التساقطات المطرية وتصبح قوية محليا. والفترة الصباحية من يوم الاثنين سوف تشهد المملكة تساقطات مطرية عاصفية وجد مدوية. والمناطق المعنية فهي كالتالي: دور الدريوش، الحسيمة، أكنول، إيساقن، تاونات، شفشاون، تطوان، طنجة، سبت، الفنادق، القنيطرة، وكذلك تطوان، ولاله ميمونة، العرائش، أصيلة، وزان، تاونات، سيدي علال التازي، سيدي سليمان، قرية بو محمد، فاس، وتهلا، والرباط، سلا، المحمدية، بن سليمان، القرب، رشيد، سطاتش، ولاد فرج الجديدة، وكذلك الوالدية. سوف تعرف المناطق الدار البيضاء والرباط والجديدة أمطار جد غزيرة بالنسبة للمناطق الأخرى. مع مرور الساعات إن شاء الله سوف تمتد التساقطات المطرية لتصل لبعض المناطق على كذلك تارودانج أو شيشاو ومناطق إملشيل وأمزميز وأوكيمدن، لكن تبقى ضعيفة على هذه المناطق أمطار متواصلة بشكل قوي على أسف في خميس ذو الحج مع تساقطات مطرية رعدية. وسيدي بنورة، الوالدية، ولاد فرج، سطات الجديدة، أمطار حاضرة للدار البيضاء، المحمدية، بن سليمان، القارة، برشيد، سطات، وهيدا بالفوسفات. تستعرف بعض الأمطار على خريبقة وواتزم، أمطار غزيرة على والماس والرماني والقارة، برشيد، والخميسات، مكناس، سيدي سليمان، الرباط، فاس، وتهلا، تاونات، قرية بو محمد، وزان، إيساقن، شبشاون، وكذلك تطوان، طنجة، أصيلة، العرائش، والقنيطرة، والسبتة، الفنادق، المضيق، والفحص، أنجرة، مع تساقطات مطرية على الحسيمة، وآسول، وساكا، وتاونات، وإيساقن، والدريوش، وبركان، والسعيدية، والناظور. تساقطات مطرية جد معتبرة وغزيرة على هذه المناطق.
مع مرور ساعة بعد زوال يوم الاثنين قطات أمطار جد معتبر متواصلة على المملكة، خصوصا على أصيلة وطنجة والعرائش وكذلك شفشاون وزان، استعلال تازيئي وكذلك تونات. أمطار متواصلة على مرتفعات الريف على فاس وتازة وتهالة مكناس الخميسات والماس الرماني بن سليمان الدار البيضاء برشيد القار ولاد فرج آسفي سيدي كذلك اليوسفية بن قرير والوالدية. بالنسبة للمناطق الأخرى فستبقى أجواء مستقرة إلى قلة السحب في باقي المناطق، وخلال الفترة الليلية إن شاء الله فيتوقع دخول جبهة أخرى ممطرة ستؤدي إلى اضطرابات جوية جد غزيرة على آسفي والوالدية وسيدي بن نور ولاد فرج الجديدة الدار البيضاء برشيد القار سطات خريبكة والماس خنيفرة وكذلك خريبكة إفرانس كورة مداز والماس مكناس فاس وبن سليمان الدار البيضاء والمحمدية. وبالنسبة كذلك ليوم الثلاثاء 31 أكتوبر دخول جبهة أخرى ممطرة بتساقطات مطرية كذلك حاضر المناطق الغربية والمناطق المعنية، فهي سبت الفنادق طنجة أصيلة وكذلك تطوان نقص الكبير وكذلك أصيلة وطنجة تطوان القنيطرة وشفشاون اللاميمون سيدي علال التازي وإساقن وسيدي سليمان الرباط بن سليمان الدار البيضاء الجديدة ولاد فرج، مع أمطار غزيرة محليا ودخول اضطراب جوي جديد واستمراره وفترة الليلية سيمتد على هذه المناطق التي ذكرنا لكم على الوالدية ولاد فرج الجديدة الدار البيضاء بن سليمان وكذلك سيدي سليمان سيدي علال التازي قرية أبو محمد وتاونات. بغيت ربي يسهل عليك إلا وصلتي لهنا بعزرة نكملوا الفيديو، ولكن خوتي ما تنساوش تدعمونا بلايك وتدخلوا لنا تعليق الله يجزاكم بخير. واضطرابات المتواصلة على شفشاون إن شاء الله وكذلك الحسيمة وإساقن وتطوان والزالة اللميمونة والحسيمة والناظور، اضطرابات جوية جد غزيرة ومعتبرة متواصلة للمملكة. وبالنسبة لبداية شهر 11 فيتوقع إن شاء الله كذلك ظهور مرتفع جوي، لكن حموما سيأتي بعض الجبهات الممطرة ابتداء من يوم الجمعة دخول اضطرابات جوية وخصوصا على المناطق التالية المناطق المعنية، فهي الناظور الدريوش الحسيمة وإساقن تاونات قرية أبو محمد وكذلك شفشاون اللاميمون العرائش القنيطرة قرية أبو محمد مكناس الخميسات الرباط سلا المحمدية والدار البيضاء بن سليمان الروماني القارة برشيد أسطاتش الجديدة ولاد فرج. أمطار حاضرة على سيدي بن نور والوالدية مع اضطرابات جوية غزيرة محليا سوف تشهد المملكة. إخواني الكرام الفترة الليلية سوف تصل عدة مناطق من خصوص المرتفعات على خنيفرة والماس وكذلك خريبكة برشيد القار سطات ولاد فرج سيدي بن نور واليوسفية الخميسات الرباط مكناس فاس إفران صفرو سكورة مداز وكذلك تالا فاس قرية أبو محمد وتاونات تازة أكنول الدريوش بركان جرادة وجدة السعيدية الناظور الحسيمة وشفشاون وتطوان وطنجة سبت الفنادق وأصيلة مع احتمالية هبوب الرياح نسبيا قوية. إخواني الكرام خير كبير قادم نحو المملكة ابتداء من يوم السبت 4 من شهر 11 يتوقع استمرار تساقطات مطرية والمناطق المعنية فهي وجدة بركان الناظور كذلك الحسيمة والدريوش. أمطار حاضر على إساقن وتاونات وتهالة وتازة وأمطار حاضر على سكورة مداز. أمطار خير وبركة على الرباط للميمونة والعرائش وأصيلة طنجة وشفشاون. أمطار غزيرة محليا قوية على هذه المناطق وخلال الفترة المسائية اضطرابات متواصلة كذلك على أقصى شمال المملكة مع احتمالية اضطرابات جوية كذلك ستعود باضطرابات أقصى شمال المملكة. وبالنسبة للنموذج الأمريكي سنرى هل من توقعات هل من اختلافات في الأجواء. بالنسبة للنموذج الأمريكي كما تلاحظون إخوة الأعزاء يشير كذلك لدخول هذه الجبهة الممطرة ابتداء إن شاء الله من يوم الاثنين والثلاثاء سوف تستمر ليوم الثلاثاء كذلك واحتمالية كذلك استمرار يوم الأربعاء بعد التساقطات المطرية. بالنسبة للنموذج الأمريكي يشير ليوم الخميس باضطرابات جوية عاصفية وقوية وقد تصل حتى المناطق الوسطى الداخلية عهد بني ملال الخنيفرة وكيكو بني وخريب قاسطات الجديدة والدار البيضاء مع تساقطات مطرية إن شاء الله محتملة خلال الأيام القادمة كما يشير له النموذج كذلك الأمريكي، فمتفق بالنموذج الأوروبي بدخول هذه الجبهة الممطرة التي سوف تدخل إن شاء الله بداية شهر 11. بالنسبة كذلك لتوقعات الضغط الجوي للأيام القادمة فكما تشاهدون إخوة الأعزاء وتراكمات الأمطار فيتوقع كذلك الضغط الجوي يبتعد مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة
بسبب ابتعاد الضغط الجوي الأزوري على المملكة فاتح للمجال لدخول بعض الجبهات الممطرة، ستؤدي إلى اضطرابات جوية معتبرة. بالنسبة لحالة البحر إخوان الكرام، فيتوقع أن يكون البحر قوي لهجا إلى هائج بعلو قد يصل إلى بين 3 أمتار إلى 4 أمتار إخوان عزة. فالمرء أخذ الحيطة والحذر والتحذير إخوان البحارة. وبالنسبة كذلك لتوقعات تراكمات الأمطار خلال الأيام القادمة، فكما تشاهدون ستبلغ كميات تراكمات الأمطار قد تصل إلى أزيد من 30 ملم كتراكمات مهمة. سوف نعلمكم إن شاء الله في نشراتنا المقبلة بجديد أحوال الطقس بالمغرب على قناة طقس الفلاح. بالنسبة لدرجات الحرارة، فمن المتوقع إن شاء الله أن تعرف انخفاضا ملموسا، وكذلك قد تصل في حدود 27 درجة خصوصا للزاقورة، مع انخفاضها ملموس على المناطق الوسطى. ستعرف انخفاض ملموس في درجة الحرارة إن شاء الله، وخصوصا للمرتفعات الأطلس، مع أجواء ستبقى نسبيا حارة على المناطق الجنوبية للمملكة.